السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جبناكم فيديو جديد ان شاء الله. كما كتعرفوا غبت عليكم بزاف في المده ديال عام، ما لحقتش فيديو. نسوا الرجوع ديالي، كنت قريت شي تعاليق اللي زوينين صراحه بزاف، وهما اللي حفزوني انا نرجع للقناه. بالنسبه للسبب الغياب ديالي هو الخدمه، كنتمنى هذا الرجوع هذا يكون مستمر وما نغيبش عليكم. طبيعه الحال لقيت الدعم ديالكم بلي لايك ولي كومونتير، راه ما غنغيبش ان شاء الله. بالنسبه في هذا الفيديو هذا غندير لكم بواحد الفيديو اللي هو نعلمكم واحد جوج ارسام، وهما اللي كيستخدموا اغلبيه الاغاني ديال الراي، ونتمنى انكم تتقنوهم. نوريه لكم طريقه اللي مبسطه للمبتدئين كما العاده، كما ولفناكم طريقه سهله ومبسطه للمبتدئين ان شاء الله. ومرحبا بالنسبه الارسام اللي غنعلمكم، كاينين جوج ارسام، ماشي انا نعلمكم حاليا غير ارسام. بالنسبه لي زاكورد، الا كتعرفوا شي جوج اكورد ولا ثلاثه تمرنوا عليهم ماشي مشكل، هما اللي تشدوا على الافراب. بالنسبه للريتم الاول اللي غنعلمكم ريتم كلاسيك، كتخدم على بزاف الاغاني ديال الراي، البيضة مون امور، اغلبيه الاغاني ديال الراي تخدم في هذا الريتم هذا اللي هو هذا. شوفوا لعبت لي زاكورد عشوائي، يعني ماشي ضروري كتلعب واحد لي زاكورد، المهم هو انك تشد الرسم. بالنسبه للرسم نكتبوا الجيتار هنايا. بالنسبه للرسم كنلعبوا بهذا الصبع، هذا هو اللي كنلعبوا به الهبوط والطلوع، الصبع ديال الابهام. بالنسبه للقضيه ديال الهبوط كنهبطوا عادي، يعني ماشي تقدق كي غادي نديروا واش نهبطوا هكا صبعي واقف صبعي ناعس، اتميلوا تقريبا واحد 35 درجه وتهبط به هكا. بالنسبة للطلوع كنطلعو بهاد البلاصة هادي، بهاد الطريقة تمرن عليها طريقة الهبوط والطلوع. من بعد عاد نقولكم كيفاش تهبطو كيفاش تطلعو. بالنسبة للتشاك هي هادي، تمرنو على كل حاجة بوحديتها من بعد غادي نجمعوهم. بالنسبة للتشاك كنضربو، هي اللي كيقوى بزاف فيها المشاكل المشكل. بالنسبة لنا تشاك راه مطلعتليش زوينة حيت راني محيد الضفار، داكشي علاش. بالنسبة لتشاك كنضربو لي زاكورد، تعلمو تضربوهم بهاد الطريقة هادي، ضربو لي زاكورد بهاد الطريقة باش يديكم تمشي هكا، تمشي لتحت بهاد الطريقة، كنضربو كاع الأصابع. من بعد باش كنكتمو الجيتار بهاد لابارتي ديال اليد، بهاد لابارتي هادي هادي كنحطو هنايا، كتجي متابعة، كنضربو وكنحطو، كتجي متابعة بالزربة كهي كتعطينا التشاك هاكا. راه غير كسر التمرن راه غادي تخرج ليكم، شدو شي كود وتشوفو. كنضربو وكنسكسو وهي كتجي متابعة كما كتشوفو. دابا غنوريكم لافراب. بالنسبه للافراب كنلعبوا تحت تحت فوق تشاك، قلنا تحت تحت فوق تشاك. بالنسبه في لافراب باش تطلع لكم مزيانه، المهم هو الوقت ديال لافراب، كما كنطقها كنلعبوها تحت تحت فوق تشاك، هادي هي لافراب الاولى. لافراب سهله ما صعيباش. بالنسبه لافراب الثانيه نحافظوا على هاد لافراب هادي، وغادي نزيدوا واحد الكماله، نلعبوا تحت تحت فوق تشاك، تحت فوق 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 تشاك، قلنا تحت تحت فوق تشاك، تحت فوق 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 تشاك، لعبوها قلنا تحت تحت فوق تشاك، تحت فوق 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 تشاك، تحت تحت فوق تشاك، تحت فوق كما كتشوفوا الكماله كتجي متابعه تحت فوق 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 تشاك. هذيك مهمه داك الوقت ديال الريتم هو تحت فوق، ما ديرش مثلا تحت تحت فوق تحت فوق
فوق فوق شك خص الوقت ديال الرسم هو اللي غيعطيك اللحن زوين. نعاودو تحت تحت فوق شك تحت فوق 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 شك تحت تحت فوق شك تحت فوق 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 شك تحت تحت فوق شك تحت فوق 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 شك. هادو هما جوج ارسام مهمين في الاغاني ديال الراي. تلعب بهم انت سبابي، تلعب بهم يا رميمه، تلعب به سيد الجوج البيضه مون امور، بزاف ديال الاغاني ديال الراي. اغلبيه الاغاني ديال الراي كيتلعبوا هذا الريتم هذا، هاد جوج ارسام هادو. نتمنى انه يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي يكون فيه فيديو ديال شي اغنيه او لا شي ريتم او لا شي لحن. خليو التعليق يكونوا زوينين، خليو لي بعض الاغاني اقتراحات ديالكم، وان شاء الله يكون غير الخير ومرحبا بالجميع.